هلو مرحبا بالجميع. اليوم بقدم لكم اول درس لينا بكورس المحادثه باللغه الانجليزيه، واليوم رح نحكي عن 15 بديل لكلمه هلو للتحيه باللغه الانجليزيه. طبعا ما في اي مشكله اذا استعملنا كلمه هلو، كلمه هلو مرحبا ممكن نستعملها باي مكان، اي موقف، اي وقت، ولكن اذا عندنا كلمات اخرى ممكن نستعملها why not، ليش لا. بحلقتنا القادمه رح نحكي عن كيف ممكن نقول مع السلامه لشخص بدون ما نستعمل goodbye. اوكي، ومثل العاده بحب اذكركم قبل ما نبدا درسنا انه اذا عجبكم هالدرس وبدكم المزيد اشتركوا بالقناه على يوتيوب وشغلوا زر الجرس، تابعونا على فيسبوك انستغرام وتويتر، اتركوا لي تعليق، اتركوا لي لايك، وحاولوا تساعدوني بنشر الفيديوهات. وهلا اذا جاهزين لنبدا درسنا، ready let's go. اوكي، هلا بالرغم من انه اليوم رح نتعرف على كلمات ممكن نستعملها بمكان هلو، بحب بس ركز على النقطة اللي قلتها بالمقدمة اللي هي انه هلو للتحية لائقة لأي موقف، أي مكان، أي وقت، فممكن تستعملوها. ما بدي اياكم انكم تتوقفوا عن استعمالها، أنا بستعملها كتير. بحب بس وضح شغلة صغيرة بتخص النطق. أولا منقول هلو، اوكي، فآخر صوت هو صوت أو مش هلو، أوكي هلو. والشيء الثاني للي متعود على لغات أوروبية أخرى، يمكن بتعرفوا إنه لما بيكون عنا حرفين ساكنين سوا بننطقهم مرتين، مثلا بالإيطالي منقول بيلا، أوكي، حرف الال بننطقه مرتين. هالشيء ما بيحصل باللغة الإنجليزية، فمنقول هلو وما منقول هلو، أوكي منقول هلو. أوقات ممكن تسمعوا أشخاص بتقول هلو، بيكونوا عم يدلعوا حالهم شوي، اوكي، او عم يدلعوك انت او انت. فالنطق العادي لكلمه هلو هو هلو ومنه هلو. اوكي، هيدي اول شغله، فهلو استعملوها ما في اي مشكله. اذا بدكم طريقه رياضيه اكثر، اوكي، بتستعملوها مع اصدقائكم او مع اشخاص بسنكم، ممكن تقولوا هاي. انا ايضا بستعمل هاي كثير، هاي هاي، اوكي انتبهوا. فالكلمه المكتوبه مع اتش اي هاي، الكلمة التالتة اللي رح أعرفكن عليها مكتوبة H-E-Y ومننطقها هاي هاي. فهاي هاي اثنيناتهم كتير رياضيين، ولكن في فرق مهم بين هاي وهاي، واللي هو اثنيناتهم بنستعملهم للتحية بشكل رياضي، ولكن فقط هاي بنستعملها أيضا لننده لشخص، مثلا هاي جون أو هاي سارة. أوكي، هون عم ننده يمكن لشخص، عم نقول يا، اوكي. طريقه ثانيه بنستعمل فيها كلمه هاي هي عشان نعبر عن انه شيء ممكن ازعجنا، مثلا ما بعرف شخص قال لي كلمه ما عجبتني، ممكن اقول له هاي، اوكي، او عطاني خبطه على ايدي هاي ما عجبني هالشيء، فبستعمل هاي بهالطريقه هيدي، ولكن هاي بستعملها فقط لاقول هلو لسلم على شخص. اوكي، هلا من بعد كل هالكلمات هيدي ممكن تسمعوا كلمه there. فممكن تسمعوا hello there, hello there, hi there, hi there, hey there, hey there. بكل هالعبارات هيدي there ما بتضيف أي شيء إلى المعنى، أوكي؟ هيدي الكلمات اللي بنسميها filler words، كلمات فقط منضيفها إلى الجملة ولكن ما بتغير المعنى. أنا شخصياً بحس يمكن hi there لطيفة أكثر عن هاي لوحدها، hello there لطيفة أكثر عن hello، ولكن اثنيناتهم لطيفين، اوكي. فهون بتستعملوا اللي بتلاقوه أسهل أو اللي بيعجبكم أكثر. أنا كثير بحب أستعمل hi there، hi there، hi there، hello there يمكن أقل، ولكن hi there كثير بستعملها. اوكي، هلا ثلاث عبارات اللي رح نتعرف عليهم بنستعملهم فقط حسب الوقت، لأن في ساعات معينة لكل عبارة منهم. أول وحدة good morning، good morning، good morning. انتبهوا هون انه انا ما بنطق حرف الا بعض الاحيان، لانه هيدي الطريقه البريطانيه، اللي بده ينطق حرف الا على الطريقه الامريكيه بده يرفع لسانه لفوق ويطعجه لورا ويعمل هالصوت هيدا، اوكي. انا بلاقي للعرب يمكن اسهل انه ما ننطق حرف الا، لان هيك ما رح يعني ننطقه بشكل غلط، ولكن اللي بتفضلوا انتم، اذا بتفضلوا انكم تنطقوا حرف الا على الطريقة الأمريكية رفعوا لسانكم لفوق وتعجوا لورا. فأنا بقول good morning، أنتم ممكن تقولوا
good morning اوكي بهالشكل هيدا. اوكي good morning فقط من منتصف الليل للساعة 12 الظهر اوكي، ما بنستعملها قبل هيك او بعد هيك. good morning من نص الليل للظهر اوكي. good morning good afternoon good afternoon good afternoon good afternoon من الظهر للساعة 6 المساء good afternoon. good evening good evening good evening لما كلمة بتنتهي مع صوت ساكن هون حرف الدي وبتبدأ مع صوت متحرك هون حرف الإي بنوصلهم سوا اوكي، فبنقول good evening ما بنقول good evening. good evening good evening مساء الخير فقط من 6 المساء لمنتصف الليل good evening. هالتلات عبارات هيدي ممكن اختصرهم اوكي، خاصه لما بكون يعني بموقف شوي رياضي اكثر او اقل رسمي، بقول morning فقط morning 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 اوكي. ممكن اقول afternoon afternoon afternoon، مع انه انا شخصيا ما بختصر afternoon الا لما بكون عم سلم على اكثر من شخص، هلا رح نحكي عن هالشيء ولكن ممكن تختصروها ما في اي مشكله. ايضا ممكن نختصر good evening ونقول evening evening evening. طبعا هون كل واحد عنده نبرة الصوت بتختلف اوكي، انا بحكي بهالشكل هيدا ولكن انتم بتقولوها على طريقتكم. المهم ممكن بمكان good morning good afternoon good evening نقول morning afternoon evening. هلا ذكرت انه ممكن اوقات بدنا نسلم على اكثر من شخص، وهون رح اعطيكم اربع كلمات ممكن تضيفوها من بعد الكلمات اللي هلا تعرفنا عليها للتحية. فمثلا من بعد كلمة hello من بعد كلمة good morning الى اخره. اول كلمة هي everyone everyone everyone، انتبهوا انه بنكتبها every ولكن بننطق فقط اول حرف اي، تاني حرف اي ما بننطقه، بتتحول الى every everyone everyone. فممكن مثلا نقول hello everyone hi everyone good evening everyone hey everyone اوكي. فممكن نضيفها من بعد اي كلمه من الكلمات اللي هلا تعرفنا عليها. الكلمه الثانيه كتير كتير بتشبهها، يمكن شوي اقل رسميه ولكن ممكن تستعملوها بنفس الطريقه، هي everybody everybody. فتعرفنا على everyone هلا everybody everybody مثل ما قلت يمكن شوي اقل رسميه، فممكن تقولوا hi everybody hey everybody، وممكن ايضا تستعملوها مع العبارات شوي رسميه اكثر good morning everybody good afternoon everybody. فما في اي مشكله ممكن تستعملوهن سوا. الكلمه الثالثه هي guys guys. guy بالمفرد بتعني فتى شاب رجل، بالجمع ممكن تعني شباب او ممكن تعني صبايا او ممكن تعني شباب وصبايا اوكي. فبنستعملها لنقول يا جماعه اوكي، فممكن انا كتير بقول هاي جايز هاي جايز هاي جايز او هاي جايز هاي جايز. ممكن ايضا اقول جود مورنينج جايز او مورنينج جايز، فايضا هون ممكن تستعملوها مع اي من العبارات اللي تعرفنا عليها. واخر كلمه هي اول all، كتير خاصة منشوفها بالإيميل أوكي. طريقة التحية بالإيميل لما بتكون الإيميل موجهة لأكثر من شخص رح تقرأ dear all dear all أوكي، منوصل صوت حرف الـ R وحرف الـ A سوا dear all أعزائي dear all. ممكن أيضا نستعملها وجها لوجه، فممكن أقول good morning all أوكي، فمثل good morning تنتهي مع صوت G خفيف، بوصل صوت حرف الجي مع صوت حرف الاي good morning all okay good morning all good evening all good afternoon all. يمكن انا شخصيا ما بستعمل all مع hello hi او hey، بلاقيها شوي غريبة hi all hey all hello all. ما بعرف اذا في اشخاص بتستعملها ولكن لا hello hi و hey بفضل guys everyone او everybody، بينما all اذا رح استعملها رح استعملها مع good morning good afternoon او good evening evening all. اوكي اعزائي، وهيك بنكون وصلنا لاخر درسنا اليوم.
خبروني بالتعليق من العبارات اللي شفناها اليوم أي ثلاث عبارات رح تستعملوها الأكثر باللغة الإنجليزية. مثل العادة بحب أشكركن على المشاهدة، وبحب أذكركن أنه إذا بعد ما اشتركتوا بالقناة على يوتيوب بليش اشتركوا، تابعونا على فيسبوك إنستغرام وتويتر، حاولوا تساعدوني بنشر هالفيديو، تركوا لي تعليق، تركوا لي لايك، وبشوفكن بالحلقة القادمة. باي.